فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يسكت إذا كان يعرف أن هناك رجلا يزني بامرأة أو أنه يدخل على امرأة؟ هل يجوز له السكوت حتى يكشفه الله؟ لا، هذا من إنكار المنكر، ما يجوز له. إذا تثبت أنه يدخل على امرأة مثلا مع غيبة وليها وغيبة أهلها، فإنه يرفع به إلى الحسبة، إلى رجال الحسبة، لأجل يتابعوه ويترصدوا له ويمسكونه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.